السلام عليكم. في الفيديو خدمت واحد الزواقات، المهم للاسف ما فيه فلوس، ولكن ماشي مشكل، غادي نعاودو. كنا خدمنا العرق او الفناوة، ياك، وخدمنا جوزة خاوية، وخدمنا جوزة عامرة. وبالنسبة للفرق بين الجوزة خاوية والجوزة عامرة، يعني كيكونوا الدورات مدورين، الدورات مدورين وكتكون شوية كبيرة، هي الجوزة عامرة. علاش كتكون شوية زايدة في الثمن؟ لأنها كتكون كتشد شوية الوقت. بالنسبة للجوزة خاوية كدوز بحال الزواقات العادية، يعني بحال الشكل دولار دبانة، المهم كدوز خفيفة في الخدمة. بالنسبة لهذا كنقولو ليه العرق، هذا خاوي وهذا فيه دبانة. واخا أنا غنخدم واحد طريف ديال هاد العرق، وغادي نشوفو كيفاش الطريقة ديالو، يعني راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة. إلا بغيت تمرنو عليه غادي نديرو ورقة واحد الكتاب مثلا، تبقاو ترسمو بحال هاد الشكل. هاديك اللي خدمت أنا معايا الجوزة خاوية، ياك، أو العرق إلا فين كتب في البوراس، يعني بحال ما هاد الشكل، غير هو متقطعش، يعني فاش نبدا نرسم منهش ستيلو الفوق، يعني ما ستيلو يبقى على الورق. بسم الله، حاول دير البلاصه اللي مزيانه. بالنسبة للعرق كنبقى غالي، شوف اليد ديالي التحتانية كنديها غير هكا وكنرد بجهة أخرى، ندير لها اتجاه ونرد، يعني العملية سهلة، هذا التراساج. إلا كسيريت بسرعة راه حتى يدي كتحرك بسرعة، وإلا كسيريت بشوية يدي كتمشي بشوية، على حساب السرعة اللي غادي بها الماكينة. يمكن لي بلا ما نقطع، يمكن لي نخلي الماكينة هنا ونرجع منها. طفان سليم، المهم كما شفتو عرق هو هذا. شفنا راس بقية خمسة قبل، ما تنساوش الاخوان نديرو جيم وحاولوا تدعمونا باش نديرو لكم شي حويجات جداد ان شاء الله، ونخدمو نوريكم كيفاش كنطرا فيهم الموديلات، و يكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله بالنسبه للناس اللي بغا يتعلم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.